الشاب ما حدا تعرف عليه، قولي عايش بصومعه. والله أمه لعت قلبي، يعني خلينا نرسى على بر، يا هيك يا هيك. ما في قدامي غير حل واحد، ابعت له خبر اتعرف عليه وشوفه وش لوش. ابن عمي، يعني أنا بدي ألفت نظرك لشغلة، يعني بعد موافقتك تقبرني. وشو هالشغلة؟ يعني أمل كبرت وإذا لقيته لهالشاب منيح سهل الموضوع، وأمه قالت بدها تدللها كثير وتحطها فوق راسها. بدها تدللها غصب عنها، لأنه أمل ما في منها وألف مين بيتمناها. بس ابن عمي، نحن صاير معنا شغلة وأنا مالي حابب تبنه. شو صاير معنا؟ يعني العالم عم تخاف تفوت على بيتنا وتطلب من عنا. أوف، وليش بقى؟ شو نحن مشلحين ولا قتالين قتلا؟ لا يا تقبرني، ما فهمت علي. قصدي الناس عم بتخاف تيجي لعنا وتطلب من عنا، عم يحسبوا حساب المصاري وإنه ما لون قد هالفوتة. والله اللي بده يحوي بنت العالم والناس بده يكون قدها. مزبوط تقبرني، مزبوط. بس أغلب الناس هلأ على قد، وإذا بدنا نستنى ليجي المقتدر ما حدثها شغلتنا طويلة كتير. يجي ولا عمره ما يجي، يا جوازي تريح لها بالها وتريح لنا بالنا، يا بلا هاي جوازي عشرة عمر مو سهلة. يا بنت الحلال، نحن بعد عمر طويل رح نحط راسنا ونموت، لازم نكون مطمنين انه تاركينا مع ابن حلال عم يدير باله عليها ويداديها ويعيشها بنفس العز اللي كانت عايشة فيه ايام ابوها وامها. تقبرني، الله يطول عمرك. بس يعني الواحد لازم يكون طري شوي، يعني إذا كان محتاج بنساعده، وهيك بنكون عم نساعد بنتنا. لا توربيني راسي، خليني شوف الشاب وبعدين منقرر. الله يبيض بخت لهالبنت، بس والله جاي على بالي شوف أولادها. والله وأنا، بس هي اسم النصيب وبإرادة رب العالمين. لكن تقبرني، بعت وراه ولا تأجلها. اختي أمه على نار، خليني شوفه بعدين بنحكي. رح ساوي لك قهوة. يا أبي شو في؟ هي ابو محدين مرق من هون. فوت لجوا، كان لازم تعمل حالك مو شايفه. ليش يا ابي، في شيء؟ زلمه ماشي بطريقه، شو بده يكون فيه؟ الله يسر له. بس لهلا ما دفع الدينه تبعه. ها استحي لك ابني، استحي، عيب. الزلمه ادمي ومحترم، بس بيظهر الزمن معاكسه، لو كان معه كان دفع. سابي صار له شيء 3 شهور لا اخذ من عنا شيء ولا دفع شيء. انت عم تاكل وتشرب ولا لا؟ عم اكل. ناقصك شيء؟ لا يا ابي. احمد ربك واشكره. مش انا شو حكيت؟ هلا اذا ما دفع بنفقر شيء؟ لا. طيب اذا دفع بنغنى شيء؟ كمان لا. عال انت هلا مالك عم تاكل وتشرب وتلبس وتنام بفرشه دافيه ومو ناقصك شيء ولا لا؟ مبلا يا ابي مبلا، الله يديمك فوق راسنا. معناتها بطل لي هالعي واحمد ربك وقول الله يكون بعون العباد. امرك يا ابي امرك. ها الحمد والشكر لك يا رب. هيك الله يرضى عليك. طلع ابني، طلع، شايف هالبيوت كيف متكية على بعضها، دك على دك وطبلة على طبلة وحيط على حيط ولقيانة بعضها؟ لأنه هيك ناسها وأهلها عايشين، لقيانة بعضها البعض، ونحن لازم نضل هيك لك ابني. هاي هي الإنسانية. روح على شغلك. أمرك يا أبي أمرك.
إيه، 3 شهور وما له قدران يدفع قرش، معناته هذا كتير تعبان ولازم حدا يشوف شو بده. شو صاير معه؟ أنا ليش راح عن بالي هالزلمة؟ ما بعرف. ياسر؟ نعم يا أبي. نعم، دير بالك على الدكان، أنا واصل مشوار وراجع. أمرك يا أبي، أمرك. شغلت البال بهواكي، انت مالك تروح بغلاكي. عيب عليك ابراهيم افندي، لا تتغالظ من على بكره. شوف انا ما رح اسالك لانه كل ما بسالك بتجاوبني نفس الجواب. لك انا جواب؟ لك انا ما عم فهم عليك، انا شو عم تحكي انت؟ لك عيب عليك لك سعيد، عيب عليك. حل عن المخلوقة، كل ما بسألك بتقلي زعلان على حالي ما كملت تعليمي. لك آفرك، أنا آفرك. إبراهيم أفندي عيب عليك تحكي معي هيك. لك عيب عليك أنت، عيب علي. لك إذا عجبتك المخلوقة اخطبها. هذا اللي عم يدور ببالك؟ أنا مو عم يدور ببالي بنوب. لك سعيد لا تخاتلها، أنت من زمان كان لازم تتجوز، من أول ما المرحومة افتكرها رب العالمين. الله يرحمه ويرحم التراب يلي لمه. الله يرحمه، ايه الله يرحمه. بدك تلحق حالك قبل ما تهرهر، كل اللي بقي لك سنه سنتين وبعدين بح راي. بحك وحده تسهل امرك شوي بح. لا تضحكني، ها لا تضحكني بنوب نوب. اذا مالك مصدقني فوت لجوا، طلع على المرايه شوف السيستم تبعك واحكي مع المرايه، المرايه لحالها بتقلك شو انت. ابراهيم افندي ورحمه الغوالي، هلا انا مبين علي الكبار. لك ملولي على فكره، يعني مصوفن صوفنه، يعني بكره العان واللي بعده اضرب. لك سعيد انا بعرف شو هي عقدتك، انه انت ما تعلمت. اذا تجوزت المخلوقه بتكون تعلمت وبتضرب عصفورين بحجر واحد، يعني تعلمت وتجوزتها. بس انا المخلوقه ما بعرف شكلها. لك يا اخي اسال، شو فين بيعرفها؟ مين شافها بيقول لك. ما بعرف حدا اخي، ما بعرف حدا. اسال عزمي بيك. ورصاص على الحكي. لك انا ما قصدت انه عزمي بيك شايفها، بتكون مرته شايفتها. ها بدك يعني اسال مرت عزمي بيك؟ لك يخرب بيتك شو مصيف، عزمي بيك بيسال مرته ومرته بتقول له وهو بيقول لك. لا لا لا، هي 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 القصه صعبه، انا ما بقدر عليها بنوب. لك يا سعيد يا حبيبي، عزمي بيك صاحبك وانت طليت بالحلال، والصاحب له حق على صاحبه. طيب وبركي طلعت هي بشعة بيسة يعني؟ إذا طلعت هيك أمر الله، بعدين يعني بتبطل صار معها والوقفة على باب المحل أنت ناطرها هي ورايحة وجاية، مو هيك؟ يلي انكتب لي يا روحي معاكي، أنت ملكتي القلب معاكي، يلي انكتب لي يا روحي معاكي. بلا طول سيرة عليك يا مختار، أبو محبين النعال بتعرفه؟ أي نعم بعرفه. شو بو؟ هذا يا سيدي بياخد من عندي من المحل خضرة وخلافه، وإلي عنده حساب، وصار له 3 شهور ما هو بصوب المحل، بقى شو قلت لحالي؟ يا أبو ياسر، هاي ما حبيتها منك بنوب. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. طول بالك يا مختار. لك نحن من إمتى بنعمل هيك وبنفضح بعضنا؟ من إمتى؟ ما فهمت علي يا مختار والله. لا فهمت عليك، فهمت عليك، بس يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. يا مختار كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. شكراً يا جماعة، طالع أصواتكم لبرا. تفضل تفضل احكي قدام عزمي بيك، خليه يزعل منك كمان. أستغفر الله العظيم يا مختار، ما بدك تعرف بالأول شو أنا بدي أحكي لك لحتى أنت تحكي لعزمي بيك؟ عرفت عرفت. لا سيدي ما عرفت، وكل الله وكل الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صدقني يا مختار مو مثل اللي ببالك، وأنا جاي لعندك لحتى تلاقوا حل لهالزلمة وتشوفوا طريقة تساعدوا فيها، وبالنسبة للحساب أنا مسامحه دنيا وآخرة. الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. الله يخليك، ما تأخذني ما تأخذني يا أبو ياسر. تفضلوا تفضلوا سريعا. تفضل. يعني وقفتوني بيناتكم ساعتين بدون ما أفهم شيء،
شو القصة؟ يا سيدي أبو ياسر إجا لعندي وقال لي على شغلي وأنا فهمت غلط. هلأ فهمت منيح؟ إيه بس أنا ما فهمت شي، فهموني. هذا أبو محدين النعال أحواله تعبانة كتير، بتعرفوا ابن حارتنا، ولحنا لازم نوقف جنبه. إيه وبدك لهالعياد؟ والله فكرتكن عم تتخانقوا. مختار انتو عم تشخصوا علي ولا عم تحكوا جد؟ لا والله جد يا عزمي، بهيك جد. قديش الحساب؟ بعت لي اياه. صدقني يا مختار، انا نسيان الحساب من اساسه، من اصله مالي بتذكره بنوب، بس ابني ياسر هو اللي ذكرني. ما قبل شوي كنت عامل لك اني انا صاير عم انسى وما بدي المصاري. ابو ياسر فهمنا شو قصته هذا الرجال، نحن منضل اهله. هلا بيجي ابني لعندك وبتعطيه الحساب. انا ما بدي شيء يا مختار، بس انتو شوفوا شو حكايته وساعدوه، وعند الله ما بضيع شيء. وانت كمان هذا باب رزقك، بس يجي ابني لعندك تعطيه الحساب ونحن منشوف شو الله بيقدرنا. صدقوني يا جماعه، بصحتي بعافيتي انا مالي جاي لهون من شان المصاري، بقى ارجوكم لا تفهموني غلط. يا سيدي كتر خيرك يا ابو ياسر وما بتقصر، بس اعمل مثل ما عم يقول لك المختار ونحن منلاقي حل. حاضر. بقى شو رأيك شيخنا؟ هو السؤال ما في شيء بس محرج، فرأيي بتروح لحالك أحسن ما أكون معك. لحالي؟ ليش بقى لحالي؟ ما هي لحالك لأنه بينك وبينه مبلوعة، أما إذا في شخص تاني بجوز عزمي بيك ينحرج منه، فأنت روح لحالك وكلام لطيف وراكزة. شو فيها؟ هذا عزمي بيك يعني والله مستسئلة مستهجنة والله. ما فيها شيء ما فيها شيء، طالما الشغل بالحلال المهم انت يكون كلامك راكز ولطيف ومحسوب. شيخنا اذا طلع خلقه علي بقول له انا استشرتك وانت شرت علي هيك. ايه معلش قل له، واذا سالني انا بعرف شو قل له. بقى برضاي عليك يا مختار اذا بتبعت المحروس حكمه تقول له لمصطفى اني عاوزه، وبلكي ساله شو بده عزمي بيك. لا لا تخاف ما رح يساله، هو وامه بيعرفوا شو بدي. تكرم عينك، هلا ببعته. بيني وبينك حاسس هالشاب آدمي، بس خايف أمه تكون قوية. يا سيدي أكثر الحموات قوايا وبتحب تسيطر، بس الكنة الذكية هي يلي بتعرف كيف تتعامل مع حماتها. المشكلة يا أبو حكمات إنه بنتي آدمية، لك بتتوجع وما بيطلع صوتها. عاد والحموات بدهن هيك كنة. بس والله خايف هالبنت تنظلم وما يدرى فيها غير اللي خلقها. انت امشي خطوة خطوة وشوف الله شو بيسر معك. قولتك الله يقدم اللي فيه الخير، بس يرجع حكمة من عند مصطفى بعت لي اياه وبعت لي معه الحساب تبع ابو محدين. عم نعذبك يا مختار. ولو عذابك راحة. اهلين وسهلين. السلام عليكم. يا هلا مع السلامة. للمونة بطاطا. ابو حمدية. اهلين عمي حكمة. مرحبا عمي ابي ياسر. اهلين حكمه افندي. تفضل عمي. الله يزيد فضلك يا رب. دخيل عينه قال الوالد في حساب بدك تعطيني اياه. لا حول ولا قوه الا بالله، صدقني نسيت طالعه من الدفتر. الله يخليك، انا واصل مشوار وبرجع باخده منك. طالعه انت من الدفتر لانه الوالد اكد علي كثير اني اخذه اليوم معي. ها بعمل معروف، ما بدي ابي يزعل مني. تكرم عينك ما راح يزعل، روح مشوارك ورجع بتلاقي حاضر. يلا بخاطرك. الله معك عمي. والله لا طق كل غنية أحلى من الثانية. والله طق رقبتك أنت وحدة قليلة تقدب وما بتنعطي وش. إذا أبوك بحد ذاته ما حكى شيء، وين العيب وقلة الأدب؟ والحكي اللي بالغنية مو قلة أدب؟ الحكي اللي بالغنية؟ أنا شو دخلني فيه؟ مو أنت اللي عم بتقولي؟ أعوذ بالله. طبعاً لا، هي كلمات الغنية. ليكي نادرة، أنا ما كنت كبرة وأقول لأبوك شو كلمات الأغنية؟ لا إذا بقول له والله لا يقص لك لسانك. يا ربي دخيلك، ليش هيك أختي ما بتحبني وقعدتني عن نقرة؟ شو بدك؟ أنا بدي تكوني مثل العالم والناس، صعبة. لك ما بتخلصي من نقرة أنت وياها؟ إلهي ينقروا راسها، هلكتني. أمي بلا قلة أدب. أمي لا تزعلي مني، بس أنا ما رح حل عنها لحتى تصير مثل العالم والناس. أمي هلا أنا قليلة أدب؟ لا تقبريني، مالك قليلة أدب، بس أختك من خوف عليكي يعني ما بصير تغني وترقصي قدام العالم. آه إيه
بس يعني أنا كنت عم أقول لحالي إنه كل الأغاني بتحكي عن الحب والغرام. يا لطيف يا لطيف، سمعاني أمي؟ لك خلص أنت وياها بلا عليك مصدي، روحوا اقروا وكتبوا مثل ما قالت المعلمة، مفهوم؟ مش نقرا ونكتب. والله لا طالع لك روحك يا مايا، امشي. ثقيلة 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 ثقيلة، بيوتر النور ورقصي. حكمة أفندي رجعة قريبة. وضبت لي الحسبة؟ وضبتها، بس قلوا للوالد لا يبعثوا شيء. أنا شطبتها من الدفتر والله من قلبي وكل قلبي، بس هن يشقوا على الزلمة ويشوفوا شو حكايته. أني زلمة؟ هن اللي بيعرفوا عمي، هن اللي بيعرفوا. أنت بس هيك قلوا لأبوك. مثل ما بدك، خاطرة. الله معك عمي، سلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عمو يا عمو يا مو ولي عزمي، يا مو يا مو يا مو يا مو. شباب ليش جاية بكي؟ طيب عزمي 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 بده يعني يروح لعنده. اخ معناتها ناقشت معنا. يا مو شو هي اللي ناقشت؟ شو هي اللي ناقشت؟ ولي انا ما بعرف احكي بهيك شغلات. بطني وجعني بطني، انا كثير خايف. لك ليش لحتى تخاف منه؟ شو هو غول مثلك مثله، بيقول لك مرحبا، قل له اهلين ومرحبتين. لا تخاف، هو يمكن بده يسأل عليك وعلى شغلك وين بتشتغل. ولي وأنا شو بشتغل؟ شو بشتغل؟ جير جير عند صهري. لا يو مو جير، لا تحكي هالحكي، أنت أهم منه بكتير. عم تنسى أنه أنت ابن تاجر، يعني بدك تقول أنه أنت القايل والشايل بالدكان. حيعرف أني عم كذب. أسيدي بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. ما بدي كذب. انت ما عم تكذب، لك اجدى هي اسمها مسايسه هيك لحتى توصل للي بدك اياه، بعدين يطرقوا راسهم بميت حيط. يا عمو من انا وصغير قلت لي حرام الكذب، مره حرقتي لي ايدي شلطتي لي اياها شلطه لاني كذبت، هلا بدك يعني اكذب حرام. لك يحرم جلدهم عن عظمهم. ولا بغضب عليك ها، مالك شايفني رايحه جايه لعنده مشان كم كذبه؟ لا راحوا لا اجوا، بدك تفركس لي جوازي؟ طب روحي معي، أنا ما بعرف أحكي. بتعرف بتعرف وينها؟ أحكي معه من فوق. من فوق؟ إيه من فوق. لا تجذبها. شوف مثلا إذا قال لك معاه قل له كتير كتير، شايف قل له كتير، هيك قل له. لازم تأرجي إنك أنت فتح. يا عمو انت شايفه الشغله سهله وهي صعبه، صعبه كثير صعبه. لك لا صعبه ولا بطيخ مبسمه، رح اسخن لك شويه مي سخنه مشان تتحمى. قوم يلا. يا عمو انا ما بعرف بيتهم، روحي معي. لك شو روح معك، روح جهز اواعيك انت، والله لا يتشرفوا فيه يصحن لهم. محتار شو بدي ساوي، محتار محتار. توسطك والله رح تموتني من الضحك. انت هدي هدي وشغل مخك. سعيد افندي يسلموا. يسلموا عمي يسلموا. يسلموا. السلام عليكم. سلمات جواد افندي. كلمتين صغار. خير. يخلي لي عينك، قول له عزمي بيك، انا بعد العشاء بدي زوره شي 10 دقائق اذا بالامكان يعني. ايه ايه تكرم عيوني. موجود؟ حبيب قلبي لا تنسى لأنه صاحبك خالص ها. تخلص من الدنيا انت الثاني. لك عود، لك شو القصة تبعها؟ كل الزباين اللي عم يحلقوا عندك عم يقولوا لي انه ايديك صايرة مفرتكة ومانك عم تعرف تحلق مثل العالم والناس وما عم تعرف تحكي. من شورة؟ من نصايحة؟ لك يخرب بيتك، كل الحلاقين بيحكوا عن بلد انت ما عم تعرف تحكي كلمتين؟ طيب انا ما بعرف بحكي وانت نصحتني، تفضل روح معي عيني. لك كنت عندك بس مو حلوه بحقك.
ما سمعت الشيخ صالح شو قال؟ إذا كان في بالاستشارة أكثر من اثنين بينقرع عزمي بيك، ممكن ياخذ على خاطره. والله أنا خايف روح وياخذ على خاطره مني ويعتبرها وقاحة أو شيء تاني، والله ما بعرف شو. لا تاني ولا تالت، أنت ابدأ حديثك إنه الشيخ صالح هو اللي نصحك إنه تستشيره لعزمي بيك، مشان إذا أخذ على خاطره ما يزعل عزمي بيك، وأنت هذا صاحبك وزبون عندك وبيحلق عندك وفي بيناتكم خبز وملح، مو معقول يزعل منك مشان سؤال بسنة الله ورسوله. الله يسمع منا. الله ياخذك. أنا بعثت له خبر لهذا الشاب مصطفى ورح شوفه، إذا لقيته رجال على عيني، إذا لقيته غير هيك رح أقصرها معه. ابن عمي يعني مو من أول مرة بدنا نحكم عليه، يمكن يكون متلبك مستحي. الله يرضى عليك يا نهلة، أنا مالي فاضي على الطالعة والنازلة، ابعت له خبر وشوفه وادرس نفسيته. دبرني إذا مو مشانه مشان أمان. ماشي لشوفه منحكي. قوم يساوي لي كاسة من هاي الخلطة الله يرضى عليك. على عيني وراسي. بس من هلا عم قلك قلبي مو مطمئن. جواد افندي، جواد افندي، شبنا عمي وين شاري؟ كانيالو اللي اخذ عاله. قل لي سعيد افندي خير؟ شو صار معه؟ بشو؟ بشو؟ لا والله، عرفنا على مين نتكي. سالته؟ لك سالت مين؟ انا ما طلبت منك تسال لي عزمي بيك اذا بدي اشوفه عشر دقائق. راح عن بالي، بساله وبخبرك. وامتى رح تزف لنا خبر السعيد؟ بساله وبخبرك سعيد افندي، على عيني وراسي بخاطرك. عصفور عم يتسلى والصياد عم يتقلى. السلام عليكم يا هبي. وينك لهلا؟ يا بيك عم شوف العيال اللي عم تاخذ المعونه اذا عم تكفيها ولا لا. ليش ما اخذت لهم اياهم بفرد مره؟ والله ما بعرف. لك انت شو؟ انت شو؟ لك مره بحسك معنا ومره لا، شو قصتك؟ معكم يا بي والله معكم. بس انا قلت لحالي بسالهم اذا ما عم تكفيهم بزيدها بفرد مره بلا ما ضل رايح جاي. والله حل حل. شحك رايح جاي، وين عقلك انت؟ بس حقيقة بي انا شفت سعيد افندي برا وبده ياني يشوف عزمي بيك اذا فاضي يستقبله بعد العشاء ولا لا. روح روح اسأله قبل ما ترد تنسى. يا بي بس خبر عزمي بيك بدي امرق شوي لعند ابو القاس. ايوه منشان هيك مالك مركز. وشو بده منك البطيخ ابو القاس؟ ولا شيء يا بي، بس يعني مجتمع عنده المساء حكياته حلوين نتسلى قعده حلوه. روح تضربوا انتوا هالقعده. روح. حاضر يا بي امرك. بقى شو رأيك يا عمو نروح لعندهم ونزوره؟ لك شو بياخذنا لعندهم؟ جماعة ما بنعرفه. ايه بس هنن بيعرفونا. وشلون يعني بيعرفونا؟ لك صحيح انت بتحكي حكي من فوق الأساطيح. يا عمو مو بيبعتوا لنا من رزقهم على طول؟ بيعرفوا بابنا مو بيعرفونا. اخوش يمكن مو سمعانين فينا بحياتهم، الشغيلة يلي عندهم هنن اللي بيعرفوا بابنا. ايه شو عليه يا عمو شو عليه؟ منزورهم ومنقول لهم مين نحن؟ ومنشكرهم لأنهم عم بيساعدونا، والله بلاقوها مننا قد الدنيا. بنتي هدول الناس بيساعدوا ناس كتير، إذا كل واحد بدهم يساعدوه بده يروح يزورهم، بيقضوا نهارهم كلهم على دق مين فتاح، بيكرهوا الساعة اللي ساعدوا فيها العالم. اي والله فهمت لهالكواني، بس كمان نحن محبوسين بهالبيت، لا طلعة ولا فوتة ولا حدا بيجي لعنا، وحياة الله طقت روحي. ولي على الفقير وساعده. ما حدا بيرافقه لأنه الفقير بيرافق اللي مثله. الفقير بيدور على الزنجيل لحتى يستند عليه، والزنجيل ما بيرافق الفقير إلا إذا بده منه شيء. ولك تركينا بنتي إن شاء الله تركينا، لك ما حدا دريان فينا.
بشير يا طير. بيعتذر منك، ماله فاضي. شو عم تحكي انت؟ اي مثل ما عملنا. هو هيك قال لك؟ قال لك انه ماله فاضي. لك ليكون ما عرف تحكي. كلهم كلمتين، شو بدهم شطاره؟ قلت له سعيد افندي بده يمرق لعندك اليوم بعد العشاء. ايه. لك ايه شو ايه؟ مثل ما قلت لك. معقول؟ عمو شو صاير؟ سعود وقف عندك. تعال شوف، تعال. شو صار معك؟ انت شفته شي لعزمي بك اليوم؟ لا ليش؟ صور انه لجواد ما بده يقابلني. شو هالحكي؟ بدي روح شوف الشيخ صالح، خايف يكون الشيخ صالح حاكي شي كلمه زعلان عزمي بك مني. لك بيكون مو فاضي او عنده ضيوف. لك شو عنده ضيوف؟ انا اليوم شايف بابه لا حدا فات ولا حدا طريق. شو هالحكي هذا؟ معناتها روح شوف الشيخ صالح. لك يا مقوص، ليكون انت زادت لك كلمة هيك ولا هيك زعلان مني؟ لك شو انت جنيت لحتى احكي؟ انا بدي افتح معه هيك موضوع، معقول؟ روح يا زلمة، روح شوف الشيخ صالح. خالص الزلمة، يا حمدي تعال يرضى عليك، تعال تعال، صب شاي، صب شاي. ايه على راسي وعيني. خالص هذا ابو سعود. الله يكون بعونه. تعال ابرهو، كمان لا تنسى انه انت شاب منيح وابن اكبر تاجر بالبلد. منو هذا عزمي؟ الله يرحمك يا ابي. هلا انا جير عند صهري. لا تقبرني، والله بيلبق لك بنت ملوك. وينك وقت بتشوفه لعزمي هذا البطيق؟ قل له عمي عزمي بيك. فهمت؟ عمي عزمي بيك. لك خود مسيف، روح اتكل على الله وقابله، خليك ابضايا. تقبر ان شاء الله بشوفك جوهره بعيونه. الهي سيدي مولاي، منيح اللي رضينا فيهم. الاريضه تقرضهم شان عزمي بيكك امنله البيك. كتير عليه عزمي حاف. اريضه تقرضه التاني، شايف حاله ومأنزع كمان. يا اريضه فؤاد ارحم يلي هون المحطة الأخيرة قبل التربة مباشرة؟ أهلا وسهلا. طبعا هي المحطة المذكورة، وهدول البوستات يلي عم يستنوا الركاب. طيب فيني توصلوني لهون على مفرق جهنم؟ لا أنت مالك شغل غيري. لا يا أبو العاص، أنا إلي شغلتين بهالحياة، الزبالة وأنت. لا انت واحد كلب، واحد كلب. انا لي الشرف اني يكون كلب، احسن ما اكون واحد حمار مثلك. ليك ليك ابو مزي، بتحمل حالك من هون وبتنقلع احسن ما امي بتري فيك. طول بالك يا ابو الاس يا حبيب روحي. وين رايح؟ معمول لك تفضل، انقلع على بيتك. يلا انقلع من هون. طول بالك يا ابو الاس، شبك لازم تاخذ وتعطي مع البني ادمين. اللي بياخذ وبيعطي مع البني ادمين بيتعلم. انت مو واحد بني ادم، انت واحد كلب، وانا ما بحكي معك كلب. انا بشرفني كون كلب، لانه هذا اللقب يتمتع يعني الكلب بالامانه والوفاء والاخلاص. الكلب محب، لك بيموت نيشان صاحبه. انت شو عندك من هاي الصفه؟ أثبت على حالك، أنت واحد حمار. أنا بزماني لما كنت بالسيرك شفت كلب راكب على حمار، بس بحياتي كلها لا بسيرك ولا بلا سيرك شفت حمار راكب على كلب. أنت السيرك ولا؟ أنت السيرك؟ شو هذا؟ نعمة ولا عنم؟ شو هذا السيرك ولا؟ شو هذا السيرك؟ السيرك هو خيمة كبيرة
بيجوا شوية ناس فهمانين بيجيبوا شوية حيوانات قابلين للتعلم بيعلموهم وبيورجوا العالم عليهم. طبعاً أنت مستحيل يقبلوك هيك لأنك مهما علموك ما رح تتعلم. قوم من هون، قوم من هون، يلا انقلع من هون، انقلع من هون يلا هلا. وين بدك يعني روح يا ولاس؟ روح على الهفا. على الهفا؟ تعرف شو معنات الهفا؟ الهفا اللي فيك يلا من هون ما بتعرف يلا. ما بيصير يا ابو القاص، لازم تتعلم. يلي بالسيرك مو احسن منا. ما بدي اعرف ولا بدي اتعلم. ليك ليك انا رح لك. الهفا هو لما الواحد بيغلط مع الحكومه بتقوم الحكومه بتهفيه. مين بيقول هيك؟ العوام. اما هي حقيقه الحكومه بتنفيه. البلاد الله الواسعة، الأماكن ما بيحسن يعيش فيها الإنسان، هذا هو المنفى. يعني ممكن يموت من صعوبة العيش، عشان هيك بيقولوا العالم خذوه ويروح على الهفا. فهمت؟ جاوب، جاوبني. لك بيزنتي يلي بالسيرك أفهم منها. معلش ابو القاص انا بعرتز منك. بتعرز بعتذر منك. ما بقدر اقول غير بخارطك طارخك يعني خاطرك. بيخي احسن يلا. عفوا انا بعتذر منك مشان هيك. تفضل خذ لك غبي. ما بدك على راحتك صحتك. لعمة على الحمار. دلوعة ونقدك ألف مجيدي. أموت كرم عينيك. هذا اللي كان ناقصنا والله. بكرة بدقوا علينا الباب شو بيقولوا لنا؟ بعتوا لنا بنتكم عن عرس. لك خلص خلص أنت وياها. تضربوا أنت الاستقبال واللي بياخذكم على الاستقبال. لا أمي بدنا نروح بس من دونها هي. ولا تزعلي مني ها لأنه بدي أقول لأبوها. قولي له. على اساس انا شو مني؟ اجا ابوك. مساء الخير. مساء النور. حط لك عشا تقبرني؟ ليش انتو ما بدكم تعشوا؟ يي نحن اكلنا اشكال والوان. طموني ان شاء الله انبسطتوا. ايه بالاول ايه بس بعدين لا. شوي حزيره. كنا قاعدين بامان الله. ما نلاقي لك الا طلع اصوات. حرامي حرامي. ها
حرامي بالاستقبال؟ لا مو بالاستقبال، شافته أم حسني فوق وصاروا ينادوا حرامي حرامي. والله شايف هالموضة راح تدرج الأيام. أي موضة؟ موضة السرقة. المهم هذا الحرامي سرق ولا ما سرق؟ ما عدنا عرفنا، خفنا وارتعبنا وهربنا. يعني ما انبسطوا؟ بلا يابي انبسطنا كتير، ونادرة شو غنت غنى حلو. نادرة غني؟ من إمتى بتغني يا ضرسانة؟ منلك؟ خالتي أم حسني، هاي غنية من الحكاية تبعها. والله شايف الأم حسني مسبعة الكارات. بس يابي مو عيب الوحدة تغني قدام الناس؟ ليش باستقبال النسوان ما بيغنوا؟ لك أنا ابن عمي بيغنوا وبيرقصوا وبيحكوا نكات ومنضحك. خلص يابي، طالما نسوان على بعضكم عادي، هي مرتين بالشهر أصلا بتغنوا بتفرفشوا بتغيروا جو. أنا ذات نفسي لما بروح على القهوة بين غنية بين حكاية كركوز بروي عن نفسي. انبسط تقبرني انبسط، رح أقوم أعمل لك عشاء. فريسة تحت. وأنا يابي هلأ أنت عم تتعشى رح غني لك شوي مشان تفتح نفسك. لا لا ما بدي تصدي لي قابلتي، حدا قال لك إنه بدي انحف يابي؟ معك حق يابي، بلالك ياها بتصدلك قابلتك. شو نادرة؟ زعلتيها لأختك ما؟ لا أعوذ بالله يابي، بالعكس نحن كتير بنحب بعض، بس هي هيك حرام خايفة من شغلة الحرام. أيوه وأنا على الأساس عقلي قليل وصدقتك ما؟ طول عمركم روسية وتتناقروا. قوموا يابي قوموا يلا غيروا أوعيكم وتصبوا على خير. قوم وأنت من أهله. طيب خير يابي عن إذنك. الله يلعن الحرمية وسيادة الحرمية. كيفك اليوم؟ الحمد لله. ياسمين بدي أسألك سؤال، أنت زعلانة مني شي؟ لا أيوه، ليش لحتى أزعل منك مرت عمي؟ أنت مالك ذنب اللي صار، بس أنا مقهورة مقهورة من الدنيا، مقهورة كيف صاير الناس، مقهورة مشان ولادي. وأنا مقهورة من ولادي، هدول مو ولادي اللي أنا ربيتهم. لا لا ما بعرف ليش هيك صاير فيهم. بعدين وحياتك وحياتك يا حبيبتي، انا زعلانه على اللي عم يصير معي، زعلانه من قلبي من قلبي. لا تبكي دمعتك غاليين يا امي، لا تبكي. شو قلتي؟ عم اقول لك لا تبكي. لا قلتي يا امي طول عمري بشوفك امي. تقبريني طلعت معك هالكلمه كثير حلوه، تقبريني. الشاب ما حدا تعرف عليه، قولي عايش بصومعة. والله أمه لعيت قلبي، يعني خلينا نرسى على بر، يا هيك يا هيك. ما في قدامي غير حل واحد، ابعت له خبر اتعرف عليه وشوفه وش لوش. ابن عمي يعني أنا بدي ألفت نظرك لشغلة، يعني بعد موافقتك تقبرني. وشو هالشغلة؟ يعني أمل كبرت وإذا لقيته لهالشاب منيح سهل الموضوع، وأمه قالت بدها تدللها كتير وتحطها فوق رأسها. بدها تدللها غصبا عنا، لأنه أمل ما في منا وألف مين بيتمناها. بس ابن عمي نحن صاير معنا شغلة وأنا مالي حابب تبنو. شو صاير معنا؟ يعني العالم عم تخاف تفوت على بيتنا وتطلب من عنا. أوف وليش بقى؟ شو نحن مشلحين ولا قتالين قتلا؟ لا يا تقبرني ما فهمت علي، قصدي الناس عم تخاف تيجي لعنا وتطلب من عنا، عم يحسبوا حساب المصاري
وانه ما لون قد هالفوته. والله اللي بده يحوي بنت العالم والناس بده يكون قدها. مزبوط تقبلني مزبوط، بس اغلب الناس هلا على قدها، واذا بدنا نستنى ليجي المقتدر معناتها شغلتنا طويله كثير. يجي ولا عمره ما يجي، يا جوازه تريح لها بالها وتريح لنا بالنا يا بلا. هاي جوازه عشرة عمر مو سهله. يا بنت الحلال، نحن بعد عمر طويل رح نحط راسنا ونموت، لازم نكون مطمنين انه تاركينا مع ابن حلال عم يدير باله عليها ويداديها ويعيشها بنفس العز اللي كانت عايشه فيه ايام ابوها وامها. تقبرني الله يطول عمرك، بس يعني الواحد لازم يكون طري شوي، يعني اذا كان محتاج بنساعده وهيك بنكون عم نساعد بنتنا. لا تربيني راسي، خليني اشوف الشاب وبعدين بنقرر. الله يبيض بخت لهالبنت، بس والله جاي على بالي شوف اولاد. والله وانا، بس هي اسمي ونصيب وباراده رب العالمين. لكن تقبرني بعت وراها ولا تاجلها، اختي امه على نار. خليني اشوفه وبعدين بنحكي. رح ساوي لك قهوه. يابي يابي شو في؟ هي ابو محدين مرق من هون. فوت لجوا، كان لازم تعمل حالك مو شايفه. ليش يابي في شيء؟ زلمه ماشي بطريقه، شو بده يكون فيه؟ الله يسر له. بس لهلا ما دفع الدينه تبعه. ها استحي لك ابني استحي، عيب. الزلمه آدمي ومحترم، بس بيظهر الزمن معاكسه، لو كان معه كان دفع. سابي صار له شي 3 شهور لا اخذ من عنا شيء ولا دفع شيء. انت عم تاكل وتشرب ولا لا؟ عم اكل. ناقصك شيء؟ لا يا ابي. احمد ربك واشكره. مش انا شو حكيت؟ هلا اذا ما دفع بنفقر شيء؟ لا. طيب اذا دفع بنغنى شيء؟ كمان لا. عال انت هلا مالك عم تاكل وتشرب وتلبس وتنام بفرشه دافيه ومو ناقصك شيء ولا لا؟ مبلا يا ابي مبلا، الله يديمك فوق راسنا. معناتها بطل لي هالعي وحميد ربك وقول الله يكون بعون العباد. امرك يا ابي امرك. ها الحمد والشكر لك يا رب. هيك الله يرضى عليك. طلع ابني طلع، شايف هالبيوت كيف متكية على بعضها، دك على دك وطبلة على طبلة وحيط على حيط ولقياني بعضها؟ لأنه هيك ناسا وأهلها عايشين، لقياني بعض البعض، ونحنا لازم نضل هيك لك ابني. هاي هي الإنسانية. روح على شغلك. أمرك يا أبي أمرك. إيه 3 شهور وما له قدران يدفع قرش، معناتها هذا كتير تعبان ولازم حدا يشوف شبه. شو صاير معه؟ أنا ليش راح عن بالي هالزلمة؟ ما بعرف. ياسر. نعم يا أبي نعم. دير بالك على الدكان، أنا واصل مشوار وراجع. أمرك يا أبي.